بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. اليوم إن شاء الله سأخذكم في هذه الجولة الجميلة في الثلج الجميل الأبيض في شهر 2، وصدف نزوله بالفالنتاينز داي. إن شاء الله يكون كل أيامكم محبة وسعادة مع العائلة وكل من تحبوا إن شاء الله يا رب العالمين. في هذا الثلج الجميل الذي يسقط من عن السماء سبحان الله يكون أبيضا ناصع البياض مثل قلوبكم. أتمنى ينال لعبكم بكل ما فيه من أشياء جميلة، من تحقيق الأماني مع كل يعني صفاء القلوب، أي شيء جميل إن شاء الله تنالوه يتحقق لكم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السنو هذا بشهر 2 بالفالنتاينز داي فبروري 14. شايفين هناك السنو، هو قالت سبحان الله يعني كانت الفجر بتنزل السنو كتير، ولس بدأ الظهر وبدأ يسيح شوي عشان تعرف ان الجو شهر 2 بيبدأ يعني الجو بدفى. هلأت انا بدي اروح اشتري، اروح على الستور أشتري محتى خبز لنخلص صراحة، فأخذكم معي. فيلا بينا نسير نشوف الطريق عن هاي الشوارع. هي ما بنزل التلج، اليوم عطلوا المدارس عشان إجت العاصفة الصباح، كانت العاصفة بدأت امبارح بالليل وكانت لحديت الفجر والصبح 10 الصبح بتنزل يعني، وبعدين سبحان الله توقفت ولا دي في الجو، وبتيجي الشاحنات بتجرف الشارع عشان تنفتح الشوارع وتصير ترجع لحركة العمل يعني زي ما هي سبحان الله. وبدأ يسيح والله، اللي بدأ يسيح التلج يعني بتحسي خلال يوم يومين الطقس بكون مختلف، بتكون برد كتير كتير، بنزل التلج بعدين بتبدأ تدفى بعدين بيبدأ يسيح، وبعدين بالليل بتبرد الدنيا، وبعدين بعد ما تبرد الدنيا بصير كل هذه الشوارع اللي بتكون سايح التلج فيها بتقلب زي قاعة السكيتينج. هاي سمعين الصوت الأرض سكيتينج. طيب عشان هيك يفاد مثل هذه النقطة، الناس بتروح ترش ملح بالليل على الأرصفة، والسيتي بترش ملح على الشوارع. ملح، بتجيب ملح مخصوص لهذه الأمور هذه عشان ما يصيرش عملية التزحلقات. مرة من زمان اتزحلقت فيها سبحان الله، الله حمان الحمد رب العالمين. يعني بتكون صعبة جدا، بتكون عاملة زي طبقة الزجاج زي الآيس سكيتنج، القاعات الآيس سكيتنج.
فلقيت حلقة ثلج، انا قلت بخبط عليه صار بدا يسيح والله. فيلا بينا نروح نمشي. هاي الشارع شوفوا، الشوارع كلها فاضي، يمكن بالليل بصير مطر. يعني الصبح امبارح كانت عواصف والثلج ينزل بكميات كبيره جدا، بعدين يمكن بالليل ينزل مطر، وبكره تكون الجو حار. يعني خلال 3 أيام تحسي فصول الاربعه حصلت. سبحان الله، الحمد رب العالمين. رغم الموجود في الثلج بس بتلاقيش الاطفال بتطلع تلعب في الشارع. شايفين الشوارع بدأت يسيح الثلج وكلها أمطار. صوت الجرافة بتمشي، سمعين الصوت؟ هذا الجرافة بتجرف الثلج. السيارة حشاكم اللي بتاخد هاي بديش احكيها، هي نفسها بتكون حاطة قدامها الجراف وبتجرف. لا شايفين السماء بتجمع هذا مطر، فيمكن بكره كل هذا السنو راح هذا كله يطير. سبحان الله، بتحس الثلج بنزل ومقعدش كتير بعدين بروح، كأنه حلم يعني. هون كل واحد مسؤول على رصيف تبع بيته لازم ينظفه. السيتي مسؤولة على الشارع، واصحاب البيوت مسؤول على بيتها. فكل واحد مسؤول ينظف الرصيف بيته، عشان هذا بعد ما ينظفه مسؤول برضه يرش عليه ملح، عشان الواحد مش عليه ما يتزحلقش. لو يتزحلق هم اصحاب البيت بتكلفوا بالعلاج كله. أتمنى قد نالت الإعجاب هذه الجولة الثلجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جولات جديدة شتوية إن شاء الله.